عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار يا شباب؟ عاملين إيه؟ كله كويس؟ جاهزين نبدأ؟ يلا بينا. هنتكلم مع بعض إن شاء الله النهاردة مع شابتر نمبر 6، بنتكلم مع بعض على الـ Analyzing Consumer Markets. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم ونقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم، ربنا يعدي الأزمة على خير وإن شاء الله كلنا نرجع لحياتنا مستقرين. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ربنا يعني ينولكم كل الأحلام وكل الطموحات اللي نفسكم تحققوها. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وينعاد علينا الأيام بكل خير وكل حب وكل سعادة. الحاجة التانية بالنسبة للميد تيرم اكزام، انا ابتديت يعني ابص على الورق بس مخلصتش كل التصحيح، فان شاء الله تعالى على نهاية الاسبوع كده بإذن الله نكون خلصنا تصحيح الورق، وممكن نقول لكم الدرجات بعد ما نخلص تصحيح الورق. دكتور، والدرجات احنا فاينل اكزام، انا كنت بعت لكم على الواتساب الفاينل، فاحنا محتاجين نشتغل على الفاينل. انا هرفعه لكم على مودل ونبتدي نحدد يعني الديو ديت بتاع الفاينل. طبعا الديو ديت بتاع الفاينل في نهايه السنه، نهايه العام الدراسي يعني. فاحنا بنتكلم ان نهايه العام الدراسي مثلا هيبقى على شهر 6، فاحنا ممكن الديو ديت نعمله في اخر 5 او في اول 6، فلسه قدامكم ما يقرب من شهر تقريبا. الفاينل عليه 50% زيه زي الميد تيرم بالظبط. الفاينل هو يعني اسئله مفتوحه، فمحتاجه بقى منك كرياتيفيتي، محتاجه منك ابداع، محتاجه منك تخيل قدر المستطاع. فانا ان شاء الله هرفع لكم الفاينل ونعمل سيشن كامله نشرح فيها الفاينل، بحيث الناس اللي عايزه تبدا من دلوقتي في الفاينل يعني جو اهيد، يعني توكل على الله. واضح شباب؟ طيب ممتاز ممتاز ممتاز. هنبدا مع بعض النهارده مع شابتر نمبر 6، Analyzing Consumer Markets. Analyzing Consumer Markets، زي ما اتكلمنا في البدايه ان انا عندي نوعين من الاسواق، في عندي بزنس ماركتس وعندي كونسيومر ماركتس. فقلنا مع بعض ان الكونسيومر ماركتس اللي هي العلاقه ما بين الباير والسيلر، بي تو سي، بزنس تو كونسيومر. البيزنس ماركتنج بنتكلم على العلاقه ما بين الباير والسيلر، بي تو بي. فلما اقول لك كونسيومر ماركت اوتوماتيك ما بين قوسين بي تو سي، لما اقول لك بزنس ماركت ما بين قوسين بي تو بي. طب ايه الفرق؟ الفرق اللي انت بتبيع الافراد، زي بالظبط كده سوبر ماركت. السوبر ماركت بيعمل ايه؟ بيبيع الافراد. فانا ممكن اروح سوبر ماركت اشتري بيبسي، فاللي بيحصل ايه؟ ان انت هتدفع الفلوس وتشتري القطعه او تشتري المنتج اللي انت عايز تشتريه. البي تو بي غير كده، البي تو بي بتشتري كميات. يعني تخيل مثلا ان السوبر ماركت نفسه بيتعاقد مع شركه بيبسي، بحيث شركه بيبسي كل يوم تنزل له كراتين بيبسي، فكل يوم بيجي له يعني اكتر من كرتونه، كل كرتونه مثلا فيها 12 او 24 قطعه. وبالتالي ان دايما البي تو بي بيشتري جمله، ودايما البي تو سي بيشتري قطاعي. طب ايه الفرق التاني؟ عادة الناس اللي بتشتري قطاعي بتدفع كاش، يعني انت هتروح سوبر ماركت تشتري البيبسي وتدفع تمن البيبسي كاش وتاخد البيبسي وتروح. البي تو بي غير كده، البي تو بي عادة الترانزاكشن بتتم اون كريدت. يعني ايه اون كريدت؟ يعني بالاجل. يعني انا ممكن انزل لك بضاعة النهارده واجي احصل فلوس البضاعة بعديها بشهر مثلا، على حسب الديل اللي بيني وبينك. فيبقى رقم واحد الفرق الجوهري ان البي تو سي بيبقى يعني انت بتبيع كميات قليله للشخص الواحد، بس انت لو انت عندك انتشار وبتبيع لافراد كتيره الكميات هتزيد، زي كارفور مثلا. كارفور بيبيع بي تو سي وبي تو بي، فممكن اكون انا سوبر ماركت اروح كارفور اشتري كراتين بيبسي من كارفور، او ممكن اكون انا شخص انديفيديوال اروح كارفور اشتري قطعه او قطعتين من منتج معين. ف كارفور بيتعامل مع الاند يوزر بي تو بي واحيانا بي تو سي. طيب نفس القصه بالظبط، بيشتري بقى من السبلايرز بي تو بي. فممكن يكون هو مثلا متعاقد مع شركه المراعي بتنزله كراتين لبن، متعاقد مثلا مع شركه على سبيل المثال دانون بتنزله كراتين زبادي، وهكذا. فهو متعاقد مع السبلايرز بي تو بي وبيبيع للكونسيومر او للديستريبيوتر، على حسب. ممكن يكون بيبيع بي تو بي او بي تو سي على حسب الترانزاكشنز اللي عنده. الفرق الجوهري الثاني ان البي تو سي كاش، يعني في معظم الاحيان ممكن طبعا يبقى فيه قسط تقسيط. يعني ممكن مثلا اشتري عربيه بالتقسيط،
فممكن يكون الوكيل بيبيع لك عربية بي تو سي، ولكن انا بشتري العربية بالتقسيط عشان العربية ثمنها نسبيا غالي، فانا ممكن يقسطها لك. ولو ببيع منتج نسبيا ثمنه رخيص فطبيعي مش هيقسط لك الكلام ده، فهتشتريه كاش او طبعا بالكريدت كارد او الديبت كارد او كارت ميزة او اي كارت من الكروت الائتمانية. يبقى ده اول كيس. طب الكيس الثانية البي تو بي عادة بتبقى كريدت بيزد. كريدت بيزد بمعنى اللي انا بشتري بالاجل، واضح؟ طيب النهارده بقى هنتكلم على البي تو سي تحديدا، البي تو سي تحديدا، مش هنتكلم على البي تو بي. فالنهارده بيتكلم على analyzing consumer markets. طب لما بنتكلم على analyzing consumer markets بنتكلم دايما على حاجه شهيره جدا اسمها الكونسيومر بيهيفير. الكونسيومر بيهيفير يعني ايه؟ الكونسيومر بيهيفير يعني سلوك المشتري. فاحيانا بنسميها باير بيهيفير واحيانا بنسميها كونسيومر بيهيفير، نفس المعنى. كونسيومر بيهيفير يعني سلوك المستهلك، باير بيهيفير يعني سلوك المشتري، والاثنين يعني ذا سيم مينينج يعني. طيب ال يعني ايه كونسيومر بيهيفير؟ البيهيفير معناه سلوك، يعني ايه العادات الشرائيه عند المستهلك؟ المستهلك بيفكر في ايه لما يجي ياخد قرار الشراء؟ ايه اللي بيخلي المستهلك متردد في يعني في اتخاذ قرار الشراء؟ ايه اللي بيخلي الكونسيومر برو اكتيف او رياكتيف؟ يعني امتى الكونسيومر يروح نفسه للمحل عشان يشتري، وامتى الكونسيومر يبقى قاعد كده مستني ان حد يقنعه بالمعلومه عشان خاطر ياخد قرار ويشتري. ودايما في عمليه الباينج بيبقى في حاجه اسمها انفلونسر. انفلونسر او حد بيأثر عليك في اتخاذ قرار الشراء. فممكن مثلا انا عايز اشتري عربيه، ولكن انا مش متخصص قوي في العربيات، فانا ممكن اسال واحد صاحبي ده يكون يعني فاهم في العربيات وعنده خبره، فيقول لي بص بقى يا باشا اشتري مثلا كيا سيراتو عشان دي قطع غيرها متوفره في السوق، او مثلا اشتري عربيه الماني عشان العربيه الالماني الجوده بتاعتها عاليه وهكذا. وطب اقول له مثلا طب انا عندي ليميتد بادجت، وليكن انا عندي فور اكزامبل مثلا عايز عربيه في حدود 400,000، فيقول لك انت قدامك 3 4 اختيارات، ويبتدي يقول لك كل اختيار من الاختيارات المميزات اللي عنده وايه العيوب اللي عنده. فده بنسميه انفلونسر معايا. فانت عندك اكتر من واحد في عمليه الشراء. في واحد اللي بيدفع فلوس وبيشتري الحاجه اللي هو الباير مثلا، وفي واحد تاني بنسميه انفلونسر. انفلونسر اللي هو اللي بيأثر عليك في اتخاذ القرار. واحيانا الباير ما بيبقاش الديسيجن ميكر، يعني احيانا الباير اللي بيدفع فلوس ويشتري ما بيكونش هو الديسيجن ميكر. يعني مثلا واحد بيشتري عربيه لزوجته، ف الام او الزوجه هي اللي بتختار النوع، وهو زي الباشا يروح معرض السيارات ويدفع الفلوس ويشتري العربيه. ففي الحاله زي دي هو باير عشان دفع فلوس واشترى، وعلى التوازي زوجته مثلا هي الديسيجن ميكر، هي اللي خدت قرار انا عايزه بيكانتو، انا عايزه سيراتو، انا عايزه. واحيانا الباير والديسيجن ميكر ما بيبقاش هو اليوزر، ما بيبقاش هو المستخدم. فاحنا لازم نفرق ما بين المصطلحات. يعني اديك مثلا مثال، نفس المثال بتاع العربيه. الزوجه سالت واحده صاحبتها، فصاحبتها قالت لها اشتري مثلا كيا سيراتو، فصاحبتها انفلونسر والزوجه نفسها ديسيجن ميكر، والزوج الاب او الراجل هو الباير هيدفع فلوس ويشتري. ممكن اليوزر تبقى الاسره كلها، تكون مثلا الام بتشتري عربيه عشان توصل ولادها المدارس او توصل ولادها النادي. يبقى مين اليوزرز اللي هيستخدموا العربيه؟ ممكن الام، ممكن الاب، ممكن الاولاد، ممكن الجد، الجده، الاحفاد، ممكن. فاحنا لازم نفرق ما بين كلمه باير ويوزر وديسيجن ميكر وانفلونسر. معايا يا شباب؟ فاليوزر الشخص اللي بيستخدم المنتج، الباير الشخص اللي بيدفع فلوس ويشتري المنتج، الانفلونسر الشخص اللي بيأثر عليك في اتخاذ قرار الشراء، الديسيجن ميكر الشخص اللي بياخد قرار الشراء. معايا؟ ممكن الاربعه يبقى واحد بس، يعني ممكن واحد بياخد قرار الشراء يدخل على الانترنت يختار الموديل اللي هو عايزه يروح دايركت يشتري العربيه وهو اللي يستخدمها. ممكن، فممكن الاربعه يبقوا شخص واحد. يعني ممكن الباير هو الديسيجن ميكر، هو اليوزر، هو الانفلونسر، ممكن. او ممكن يبقى في عندي اربع اشخاص بيأثروا على عمليه الشراء. فلما اقول لك كونسيومر بيهيفير انا عايز افهم بقى سلوك الناس دي بتفكر ازاي. وخلي بالك ان انا بتكلم من وجهه نظر الماركتنج مانجمنت،
يعني انا لو فهمت الكونسيومر بيهيفير كويس جدا هعرف اقنع العميل يشتري منتج معين، هعرف اصمم الحملات الاعلانيه طبقا للعميل نفسه يشوف ايه في الاعلان، هعرف على سبيل المثال احط اوفرز على المنتج اكوردنج للثقافه بتاعت العميل، هعرف ايه الفيتشرز اللي احطها في المنتج طبقا لطلبات العميل، هحدد تحديدا النيدز والديماندز والوونتس زي ما شرحنا في اول محاضره لكل عميل وبالتالي او للفئه المستهدفه ان جنرال يعني التارجت سيجمنت، وبالتالي هعرف اصمم الفور بيز كلها، يعني هعرف اصمم البرودكت، هعرف اسعر المنتج، هعرف احدد القنوات البيعيه البروموشنال تشانلز، وهعرف الاماكن اللي انا هبيع فيها. ده طبقا لدراستي للكونسيومر بيهيفير. واضحه؟ فعشان كده الكونسيومر بيهيفير من اهم الموضوعات اللي احنا بندرسها. في ماده كامله هتدرسوها اسمها كونسيومر بيهيفير، يعني لو لينا فرصه ان شاء الله نتقابل في يعني في الترمات القادمه، في ماده كامله انا بدرسها مع الاكاديميه البحريه في سمارت فيليج اسمها الكونسيومر بيهيفير. بناخدها السمستر ده يا دكتور مع بعض. فماده الكونسيومر بيهيفير بنتكلم على الباينج سايكل، ازاي العميل بياخد قرار الشراء، امتى العميل يبقى مقتنع بالمنتج، امتى العميل يبقى متردد، بنتكلم في انواع العملاء، بنتكلم في شخصيه العميل يعني الحته السايكولوجي يعني او الناحيه النفسيه في العميل. ممكن يكون بناخدها يا دكتور السمستر ده، ممكن يكون في عميل كيوت كده ولطيف ودمه خفيف، ممكن يكون في عميل ريزيستنس كده ومش يعني متردد او هيزيتيتد يعني ما بياخدش قرار بسرعه، ممكن يكون في عميل طبيعته كده بيسال كتير فمحتاج انفورميشن. فاحنا بنتكلم برضو على انماط الشخصيات بندرسها وبنفهمها كويس قوي عشان نعرف ازاي نتعامل مع الانواع المختلفه من العملاء، وده برضو من ضمن يعني الموضوعات الجميله اللي بنتعلمها مع بعض. فهتلاقي الدول متربطه مع بعض، يعني مثلا الماركتنج ريسيرش بعمل ابحاث تسويقيه، ففي جزء من الماركتنج ريسيرش بعمل ابحاث عن الكونسيومر بيهيفير، فتلاقي ماده الكونسيومر بيهيفير مع الماركتنج ريسيرش مرتبطه ببعض. برضو نفس القصه، هرجع لك لوجينا دقيقه واحده، وبرضو نفس القصه هتلاقي ماده مثلا الماركتنج مانجمنت مرتبطه مع بيديك مثلا مفاتيح مختلفه لاداره التسويق، وفي نفس الوقت بيديك يعني بعض المبادئ الاساسيه في التسويق بصفه عامه. على التوازي كل بقى كونسبت من دول ممكن ندرسه لوحده، هتلاقي ماده كامله اسمها الماركتنج ريسيرش، ماده كامله اسمها الاي ام سي الانتجريتد ماركتنج كوميونيكيشنز، ماده كامله اسمها البيرسونال سيلينج، ماده كامله اسمها الادفرتايزنج مانجمنت، ماده كامله اسمها الكونسيومر بيهيفير، ماده كامله اسمها البابليك ريليشنز. دي مواد مختلفه في قسم التسويق هتدرسوها ان شاء الله تعالى يعني الترمات القادمه، بس كلهم انتجريتد مع بعض. فعشان كده في ماده الماركتنج مانجمنت بياخد من كل بستان زهره، بيديك كده مبادئ الكونسيومر بيهيفير، مبادئ الماركتنج ريسيرش، مبادئ الادفرتايزنج، مبادئ الماركتنج ميكس، بس كل واحده من دول هندرسها سيبريت سبجكت ان شاء الله في يعني مره من المرات. اتفضلي لوجين. هو انا بس معلش دخلت متاخر. حضرتك سامعني دكتور؟ حضرتك سامعني؟ اتفضلي لوجين معاكي. انا بس دخلت متاخر فما سمعتش لو حضرتك كنت اتكلمت على الفاينل ولا لا. انا اديت يعني نبذه مختصره كده عن الفاينل وهعيد تاني عشان حضروا متاخر. الفاينل عباره عن زي ما اتفقنا، عباره عن انتجريتد ماركتنج بلان متكامله، واتفقنا مع بعض ان انا بعت لكم الدرافت بتاع الانتجريتد ماركتنج بلان، وفي نفس الوقت بعتناها لكاردف. كاردف الحمد لله وافقت عليها، يعني لسه يعني في كاردف اتصلوا بينا وقالوا لنا ان الحمد لله الاكسبتد ومفيش اي تعديلات، فاللي انا بعته لكم على الواتساب هو اللي احنا هنكمل عليه، مفيش اي تعديلات. فالديو ديت بتاع السبمشن بنتكلم على اخر الترم. طب اخر الترم امتى؟ الاسبوع اللي بعد العيد. يعني عندي دكتور لو بدانا فيها من دلوقتي؟ براحتكم خالص، ابتدوا من دلوقتي زي ما انتم عايزين، بس الديو ديت بتاع السبمشن او اللاست ديو ديت ممكن يبقى اخر 5 او اول 6. انتوا عايزين تعملوا يعني سبمشن ما عنديش مشكله، عايزين تشتغلوا عليها وتسلموا عند اخر الديو ديت براحتكم برضه. هو البرودكت لازم يكون برودكت احنا مختارينه، يعني احنا اللي نخترعه مش هو اكزيستنج، صح؟ برافو عليك، صح. بقى احنا دايما بنقول للناس كل ما يبقى فيها كرياتيفيتي اعلى كل ما هتاخد درجات احسن، فعلى قد ما تقدر
تفكر كده زي ما احنا بنقول بطريقه يعني غير نمطيه او بطريقه يعني نون تراديشنال، بحيث انت كل ما تدي افكار جديده كل ما تدي يعني ابتكار في الاعلانات، ابتكار في تصميم الحملات الاعلانيه، ابتكار في طريقه التسعير، ابتكار. خلي بالك البروجكت ده مش سهل، مش سهل مش معنى كده اللي هو صعب، بس مش سهل يعني ياخد منك وقت. ماركتنج بلان متكامله، يعني كل الكلام اللي احنا قلناه اثناء الكورس هتطبقه عملي، وبالتالي هتحدد مين الفئه المستهدفه، فانت هتعمل سيجمنتيشن، هتحدد الكونسيومر بيهيفير للفئه المستهدفه، هتتكلم على الجزء الخاص بالديموغرافيكس والسايكوغرافيكس والجيوغرافيك اناليسيس، هتتكلم مين هم المنافسين بتوعي، طب ايه اللي هيميزني عن المنافس، يبقى لازم نتكلم على الحته بتاعه البروبوزيشن او الحته اللي بتميزك عن المنافس. فاكرين خدنا مع بعض مثلا البيزنس كانفاس موديل، هتطبقه. مثلا خدنا مع بعض سوات اناليسيس، هتطبقها. يعني كل حاجه احنا قلناها نظري هتطبقها في المشروع ده عملي. طب دكتور ما عنديش مثلا عندي اتفضلي دكتور، هو مش كتير شويه بالنسبه ان احنا انديفيدجوال هنعمل كل ده؟ يعني ممكن احنا نخليها لكم جروب كانفاس موديل وخلاص. ممكن يبقى جروب، ممكن يبقى جروب، ممكن نخليها لكم جروب، ما عنديش مشكله. انتوا يا ريت يا دكتور عشان فعلا احب كتير قوي على انديفيدجوال. ما عنديش مشكله، ممكن نعملها لكم جروب. يعني احنا مثلا بس في حاله الجروب هنناقش الناس انديفيدوال، يعني بمعنى صح يعني ممكن مثلا الجروب اربعه بس هناقش اربعه اربعه، يعني هعمل زوم ميتنج مع اربعه وكل واحد يعرض وجهه نظره في المشروع والتقييم هيبقى انديفيدوال. يعني فاهمين الفرق؟ يعني على سبيل المثال الجروب وليكن اربع افراد، فهنعمل زوم ميتنج الاربعه وهسال كل واحد من الاربعه انت عملت ايه في المشروع ونتيجه الاجابات بتاعته والشغل بتاعه، هنبتدي نقيم الشخص ده انديفيدوال. فمش لازم انتوا الاربعه تاخدوا ذا سيم مارك، فاهمينها؟ طب دكتور هو ممكن يبقى اثنين ولا لازم نتقسم؟ ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله، احنا بنتكلم ماكسيمم. يعني اوكي لو واحد عايز يسلم المشروع لوحده اكسبتد، لو اثنين عايزين يسلموا اكسبتد، ماكسيمم مثلا اربع افراد. انتوا الدفعه بتاعتكم قليله، الدفعه بتاعتكم حوالي 16 واحد تقريبا يعني. انتوا مش كتير يعني. طب لو انديفيدوال يا دكتور برضو هيبقى في تقييم في زوم ميتنج ولا بيست على؟ لا لو انديفيدوال الدنيا ممكن تبقى اسهل شويه، بس انا بتكلم ان لو جروب غصب عننا هنعمل تقييم انديفيدوال عشان بس فور فيرنس يعني. طب اصل مش كنا قبل كده في موضوع الجروب ده في كايدف وقالوا لنا ما ينفعش. طيب ادابل تشيك وارد عليكم، بس يعني يا ريت يا دكتور علشان هتتفق معانا. السمستر اللي فات انا كنت بدرس كونسيومر بيهيفير مع كاردف وعملت لهم جروب بروجكت وكان اكسبتد السمستر اللي فات. ما هو علشان هم بيتكلموا عشان الكورونا. الكورونا لا، ما خلي بالك ان جروب مش معنى كده ان انتوا هتتقابلوا، انتوا جروب ممكن ماشي، بس قصدي ان كاردف نفسها مش موافقه باي اول مين زي حتى لو هنعملها على ميتنجز او جنرال. طيب ارجع بس للكوردينيتور، هو ممكن يا دكتور عادي يعني هم لو رخموا في موضوع individual يعني بس احنا كنا بنستسمح حضرتك ان احنا مثلا طبقنا البيزنس كانفاس موديل قبل كده فخلاص، يعني بما ان احنا طبقناها مش لازم نعملها تاني في الفاينل، هي دي بس الفكره. طيب شباب احنا بنتكلم قدامنا لسه شهر، انتوا مستعجلين على ايه؟ هو دكتور ما هو شهر ده بيبقى في الاخر كل حاجه بتيجي بعدها يعني بيبقى عندنا 6 بروجكتس فكله بيبقى الوقت ضيق، فاهم قصدي؟ بس انت ممكن على فكره تضرب عصفورين بحجر واحد، يعني ممكن تلاقي مثلا بروجكت ممكن اشغله في ماده الماركتنج مانجمنت نفس البروجكت اغير بعض الحاجات اللي فيه واسلمه مثلا في ماده ثانيه. وعلى فكره زمايلكم عملوا كده معايا في السيفنز، يعني كان في تيم بدرس له، التيم ده كنت بدرس له ماده السوفت وير بروجكت مانجمنت وماده الاي ار بي الانتربرايز ريسورس بلاننج، فنفس المشروع حط عليه الكرايتيريا بتاعت السابع في الاي ار بي وسلمته. احنا ما كانش عندنا بقى ده ينفع في الناينث بتاعنا، يعني كانت البروجكتس كلها مختلفه عن بعض فده ما كانش مثلا ابليكابل في الناينث، وكان الناينث كتير قوي يعني حاجات كتير قوي. طيب الفكره ان حتى الحاجات اللي فيها علاقه ببعضها زي consumer behavior وmarketing management زي ما حضرتك بتقول برضو الrequirements بتاعت البروجكتس بتبقى different، فيعني مثلا حضرتك طالب مننا ان احنا نجيب product جديد في consumer behavior بيبقى already existing product فالموضوع بيبقى مختلف. هي فكره بس ان احنا نقلل شويه requirements علشان بيبقى فيه تايم سبان طويل يعني شهر او كده، بس فكره ان كلهم بيجوا فوق بعض بقى في الاخر فحقيقي محدش بيلحق، والشغل نفسه يعني حجم الشغل نفسه بصراحه تقيل شويه علينا. ليه انتوا قريتوا اصلا الفاينل اللي انا بعته لكم؟
دكتور حضرتك ما بعتش الفايل بكره ابعته تاني؟ انا كنت بعته لكم على الواتساب يا شباب. لا ما جالناش حاجه تاني. حاضر حاضر. حضرتك لما فتحته مره معانا اونلاين كان طويل قوي بصراحه. طيب هبعته لكم تاني على الواتساب ونتناقش فيه. يعني بص خلي فيه محاضره كامله هنتناقش فيها على الفاينل، فانا هبعته لكم ونتناقش فيه. الموضوع بسيط، وانا الحمد لله خدنا عليه اكسبتنس من كارديف، فخلاص الموضوع بالنسبه لنا خلص يعني. بس هي على التوازي محتاجين زي ما قلت لكم تبتدوا انتوا بقى تشتغلوا عشان تلحقوا ان شاء الله تعالى تخلصوا يعني ان شاء الله. ويا ريت برضه لو حضرتك تعرف لو ينفع يبقى جروب بروجكت او لا يعني. طيب ادبل تشيك ده مع دكتور احمد رواس وارد عليكم. اوكي. يعني هي مبدئيا الترم اللي فات كنا احنا بنعمل الكلام ده كان عادي خالص. الترم ده انتوا بتقولوا ميبي بقى عشان موضوع يعني ميبي عشان موضوع كورونا ما يوافقوش، مش عارف يعني. ادبل تشيك بس مع دكتور احمد وارد ارجع لكم في النقطه. اوكي تمام يا دكتور. طيب نكمل الشابتر بتاعنا. طيب احنا النهارده بنتكلم على الكونسيومر بيهيفير، وكويس اللي انتوا درستوا ماده الكونسيومر بيهيفير، فعشان كده هتلاقي الشابتر ده كله سهل بالنسبه لكم يعني. يعني انا كنت فاكر الكونسيومر بيهيفير هتدرسوها النكست سمستر، بس كويس اللي انتوا بتدرسوها السمستر ده الشابتر بالنسبه لكم هتلاقيه بسيط خالص يعني. فالكونسيومر بيهيفير هو ده الشابتر بتاعنا، بنتكلم على سلوك المستهلك. طيب سلوك المستهلك بيأثر عليه مجموعه من العوامل الثقافيه، مجموعه من العوامل الاجتماعيه، مجموعه من العوامل البيرسونال، هيتكلم عنهم بشيء من التفصيل. طيب يعني ايه كلتشر؟ كلتشر هي مجموعه المعتقدات، مجموعه الافكار، مجموعه القيم اللي بتشكل ثقافه شخص او ثقافه مجتمع او ثقافه دوله. فهتلاقي حتى على سبيل المثال عندنا يقول لك الثقافه الشرقيه والثقافه الغربيه، ممكن تلاقي مثلا العادات والتقاليد في مصر غير العادات والتقاليد مثلا في السعوديه، او في بعض الحاجات المتشابهه وفي بعض الحاجات المختلفه. ممكن تلاقي مثلا العادات والتقاليد في دول غربيه غير مثلا في دول شرقيه غير في مصر وهكذا. فدي معنى كلمه ثقافه كلتشر. فالكلتشر بصفه عامه هي بتتكون من مجموعه من الديتيرمينانز او المحددات. فبنتكلم مثلا على البليفز المعتقدات، بنتكلم على التراديشنز العادات، بنتكلم على الإثيكس الأخلاقيات، بنتكلم على الليرنينج مثلا بيأثر على الثقافة، بنتكلم على الإديوكيشنال ليفل بيأثر على الثقافة، بنتكلم على النواحي الدينية اللي هي ممكن تختلف من معتقد لمعتقد. فممكن تلاقي مثلا في بعض المعتقدات أو بعض الـ يعني الـ القيم والمبادئ تختلف من ديانة لديانة، أو في بعض المعتقدات تختلف من ديانة لديانة. فلو انا بتكلم مثلا على الديانه الهندوسيه ولا السيخ ولا البوذي ولا الكلام ده، ممكن تلاقي في حاجات هو معتقدات هو مقتنع بيها وبينفذها في العباده بتاعته احنا مش مقتنعين بيها، زي مثلا عبده البقره في الهندوس. فتلاقي الهندوس عندهم من ضمن يعني المعتقدات ان البقره من وجهه نظرهم يعني هي اله الخير، اله البركه اللي بتدينا بركه وبتدينا خير، فعندهم بيحرموا ذبح الابقار طبقا للديانه بتاعتهم، فجريمه اللي انت تذبح بقره. احنا عندنا هنا في مصر في عيد الاضحى كلنا يعني او الناس بتعمل اضحيه وبتتقرب لله عز وجل اللي هي بتذبح بقره. هناك عندهم الكلام ده دي كارثه، دي جريمه. فتخيل يعني، فانت ممكن تلاقي في افكار غريبه من معتقد لمعتقد او من ديانه لديانه. فهو ده اللي بيشكل ثقافه الشخص. فتلاقي الناس اللي بتتولد في الهند على سبيل المثال هو خلاص اتبرمج على كده ان ما ينفعش نذبح ابقار، دي جريمه. الناس اللي في مصر اتبرمج على كده، اللي هو بيجي في على سبيل المثال في الاعياد زي عيد الاضحى مثلا ممكن يتقرب لله عز وجل ويضحي ببقره، عادي جدا متعودين على كده. فالخلاصه ان الكالتشر هي اللي بتكون ثقافه الشخص داخل المجتمع او ثقافه الشخص. طب لو احنا بنتكلم بقى كناحيه شرائيه، فممكن تلاقي المنتجات اللي احنا بنبيعها في مصر غير المنتجات اللي بتتباع في السعوديه، غير المنتجات اللي بتتباع في الهند، غير المنتجات اللي بتتباع في امريكا، او بعض الحاجات مشتركه او بعض الحاجات مش مشتركه، نتيجه ان العادات والتقاليد بتاعه الدول دي نفسها بتختلف من مكان لمكان. فنرجع مره تانية، لو انا هفتح مطعم في الهند فانا مش هعمل الاكل بتاعي لحم بقري عشان اصلا ما فيش ابقار، بس انا ممكن اعمل لحم جاموسي. يعني ايه لحم جاموسي؟ يعني مثلا لو انا مثلا ماك على سبيل المثال وفاتح فرع في الهند، فانا بعمل يا اما لحم الضاني اللي هي الماعز يعني او الجدي او الخرفان او الكلام ده، يا اما اعمل الساندوتش بتاعي يعني الانجريدينتس او المكونات بتاعته بتبقى من لحم جاموسي عشان هم اصلا ما عندهمش بقر بيتذبح على سبيل المثال. فانت هتلاقي دي بتاثر في حاجات كثيره، يعني بتاثر في حاجات كثيره لو انت فاتح في هنا غير هنا. نفس القصه ممكن تلاقي مثلا القوانين الحاكمه، ممكن تلاقي العادات، ممكن تلاقي كل الكلام ده بيفرق معانا في
يعني التعامل مع الكونسيومر. فدي معنى كلمة كالتشر. طيب في حاجة اسمها سب كالتشرز، يعني ممكن تلاقي مثلا مصر ليها ثقافة، بس ممكن الناس اللي في اسكندرية غير الناس اللي في الصعيد، طريقة اللبس، طريقة الكلام، طريقة الهزار، طريقة الأكل أحيانا هنا غير هنا، مع ان احنا الاثنين مصريين. لو نزلنا تحت مثلا عند النوبة او عند حلايب وشلاتين، او طلعنا فوق عند سينا، او روحنا مثلا عند الإسماعيلية، فممكن تلاقي دول بسميهم سب كالتشرز، يعني كلنا مصريين، كلنا نحمل الجنسية المصرية، بس احيانا بيبقى فيه اختلاف حتى في الثقافات داخل نفس الدولة، فدي بسميها سب كالتشرز. ممكن تلاقي نفس الدولة مثلا مسلمين ومسيحيين على سبيل المثال زي مصر، فممكن تلاقي احنا كلنا مصريين، بس ممكن تلاقي في بعض العادات زي مثلا احنا صايمين في شهر رمضان على سبيل المثال، فدي بالنسبة لنا احنا دي من ضمن العقائد او المعتقدات عشان احنا مسلمين. فممكن تلاقي لو في فئة تانية الديانة بتاعتها مختلفة في شهر رمضان، لا هو بياكل عادي عشان هو مش ما عندوش حاجة في العقيدة يقول له صوم شهر رمضان من مثلا من الفجر للمغرب على سبيل المثال. وبالتالي انت ممكن تكون نفس الدولة ولكن different religions، او ممكن نفس الدولة ولكن جنسيات مختلفة في نفس المكان، واحد مثلا اصوله لبنانية، واحد اصوله هندية، واحد وكذا، وعايش في مصر، فاهمينها؟ وعشان كده وممكن نختلف على حسب الجيوغرافيكال ريجون زي ما اتفقنا، نكون احنا الاثنين في مصر ولكن الناس اللي ساكنه في اسكندرية عندهم بعض الطقوس او بعض العادات او حتى بعض الكلمات. يعني تلاقي مثلا الناس اللي في اسكندرية يقول لك مثلا على الميكروباص عندنا يقول لك عليه مشروع، هتلاقي عنده شوية كلمات كده، تلاقي مثلا يقول لك هبلك على الامة يعني، فتلاقي حتى عندهم بعض المصطلحات او بعض الكلمات ممكن تختلف من منطقة لمنطقة، فده اختلاف سب كالتشرز. طيب الحاجات دي بتأثر، اكيد بتأثر على الكونسيومر بيهيفير. هنا مثلا مديك شوية امثلة كده على المجتمع الامريكي وعلى الكالتشرز الامريكية او الثقافات الامريكية. بيكلم مثلا على السوشيال كلاسز، السوشيال كلاسز او الطبقات الاجتماعية. فانا عندي بقى احنا بنسميها مثلا كلاس A وB وC، الكتاب بيسميها غير كده ابر ابر، اللي هم بقى اللي يعني كريمة الكريمة بقى، الاسرة الحاكمة مثلا او الناس بقى القيادات في الدولة، كريمة الكريمة ابر ابرز يعني. وبقى كده لور ابرز اللي تحتيهم شوية، وبعد كده upper middle، انت عارفين بقى الطبقة الوسطى دول اعلى حاجة في الطبقة الوسطى upper middles، وبعد كده middle الطبقة الوسطى، وبعد كده الطبقة الكادحة بقى او الworking اللي هم بقى يعني اللي احنا بنسميها القوة العاملة يعني او المانباور يعني، وبعد كده upper lower، وبعد كده lower دول بقى اخر حاجة خالص اللي هم احنا بنسميهم بقى تحت حد الفقر مثلا باللغة اللي عندنا يعني، او الناس دي بقى معدومي او الناس المعدومين او الناس يعني، لو قلنا مثلا دول محدودي الدخل مثلا اللي هم الworking، اللور بقى دول خلاص بقى دول ناس يعني ربنا يعافينا، ممكن تلاقي حد فيهم هومليس مثلا نايم في الشارع، ما عندوش مأوى، ما عندوش اكل، ما عندوش بيت. فده الترتيب بتاع السوشيال كلاسز من الابر ابرز لغايه اللور لورز، التدرج بتاعه. زي ما اتفقنا في عندي سوشيال فاكتورز ممكن تاثر على الكونسيومر بيهيفير، زي مثلا الاسر، زي مثلا الريفرنس جروب، زي مثلا السوشيال رولز. وكويس ان انتوا درستوا ماده كونسيومر بيهيفير عشان تربطوا ما بين المادتين. فلما كنا بنتكلم مثلا في ماده الكونسيومر بيهيفير كنا بقول لك ان ممكن الاسره تاثر عليك في اتخاذ قرار الشراء، زي ما اتفقنا مثلا عروسه جديده كده ممكن تروح هي ومامتها تشتري فستان الفرح، فممكن مامتها تاثر عليها تقول لها خدي كذا او ما تاخديش كذا او اللون ده هيليق عليكي اكتر وهكذا يعني. فممكن حد من الاسره ياثر عليك في اتخاذ قرارات الشراء، او ممكن حد من اصدقائك ريفرنس جروبس، وريفرنس جروبس ممكن يبقى احنا بنسميهم الناس الريلاتيفز مثلا او الاقارب او الفريندز الاصدقاء، او ممكن حتى ذوي الخبره. يعني زي ما قلت لكم مثلا انا عايز اشتري عربيه ومش فاهم قوي في العربيات، فانا لو دخلت على الفيسبوك هلاقي فيه جروبس متخصصه في العربيات، فانا ممكن ادخل على جروب على الفيسبوك واكتب يا جماعه انا عندي بادجت في حدود كذا، ايه العربيه المناسبه في حدود امكانياتي الماديه، هتلاقي بقى في شويه مقترحات، حد يقول لك اشتري كذا او كذا او كذا. فريفرنس جروب معناها الناس اللي هتاثر عليك او المرجعيه اللي انا هرجع لهم وانا باخد القرارات. عندنا مثلا في جروب على الفيسبوك اسمه ترافل اكسبيرينس او ترافلر اكسبيرينس، فالجروب ده عليه فوق المليون متابع. فنتخيل مثلا ان انا عايز اقضي اجازه الصيف يعني ان شاء الله مفتحوا لنا الطيران يعني، نتخيل مثلا انا عايز اروح لبنان او عايز اروح تايلاند او عايز اروح اي دوله، فانا بدخل على اهل الخبره اقول لهم يا جماعه حد يعمل لي برنامج كده ترفيهي بحيث اقضي 5 ايام مثلا في تايلاند. هيقول لك بقى روح على جزيره كذا، روح على مكان كذا، الفندق ده كويس ادخل فيه، الفندق ده مش كويس انا جربت قبل كده. فدول انا بسميهم اللي هم المرجعيه او الريفرنس جروبس.
فانا ممكن ريفرنس جروب حد من القرايب، حد من الاصدقاء، حد من الاهل، حد من الاحباب، او ممكن من ذوي الخبره. هنا مثلا بيديك اكزامبلز كتيره بقى على الريفرنس جروب زي ما ادينا عليها يعني. طيب وهنا بيتكلم زي ما اتفقنا على الفاميلي، والفاميلي ممكن تاثر عليك في اتخاذ قرارات الشراء. طيب في بعض البيرسونال فاكتورز زي مثلا الايج، اللايف سايكل، اوكيوبيشن، الويلث وهكذا. برضو في بعض العوامل الشخصيه ممكن تاثر عليك في اتخاذ قرار الشراء. يعني مثلا وانت صغير عندك مثلا 7 8 سنوات، الحاجات اللي كان نفسك تشتريها غير لو انت عندك 15 20 سنه، غير لو انت عندك 40 50 سنه، غير لو انت عندك 60 سنه او 70 سنه. فالايدج نفسه بيأثر عليك في اتخاذ قرار الشراء. فممكن مثلا وانا طفل صغير اكون مثلا عايز ايه، عايز مثلا اروح النادي، عايز العب، عايز اشتري جيمز، عايز ممكن. بس لما كبرت شويه انا ممكن اكون عايز اشتري عربيه، عايز مثلا اشتري شقه، كبرت شويه عايز مثلا اشتري فيلا، عايز. فممكن الايدج، ممكن اللايف سايكل، ممكن حاجات تاثر عليك في اتخاذ قرار الشراء. وطبعا من ضمنها الويلث، يعني اللي عايز يشتري فيلا هو انكم ليفل بتاعه او معاه ثروه يشتري، اللي معهوش فلوس خلاص يعني، وهكذا يعني. فدي من ضمن الحاجات. الاوكيوبيشن، الوظيفه. فممكن مثلا انا طبيب فانا عايز اشتري سماعه عشان خاطر اكشف على المرضى، او انا مثلا محامي عايز اشتري الروب بتاع المحاماه عشان اعرف اترافع قصاد القاضي. فانت ممكن تلاقي على حسب الوظيفه بتاعتك في بعض المستلزمات بتشتريها بتختلف من مكان لمكان. فهنا طبعا مديكوا اكزامبلز على الايدج والستيج واللايف ستايل، مديك اكزامبل على الاوكيوبيشن والايكونوميك سيركمستانسز والبيرسوناليتي. حد عنده سؤال يا شباب؟ حد مش فاهم؟ موضوع بسيط يعني، حتى زي ما قلت لكم ده مرتبط بماده الكونسيومر بيهيفير انتوا اوريدي بتدرسوها يعني. بيتكلم على البراند بيرسوناليتي. هتلاقي في بعض الناس بتحب مثلا عندها شغف من براند معين، او عندها شغف من يلاقي نفسه اكتر في البراند ده. يعني ممكن تلاقي حد مثلا انترستد بالايفون على سبيل المثال، وبيحب يشتري يعني المنتجات بتاعت شركه ابل يعني المثال. فميبي برضه نفس القصه، بيتكلم على الجولز بتاع اللايف ستايل. طيب الموديل اوف كونسيومر بيهيفير ده برضه اكيد درستوه في ماده الكونسيومر بيهيفير. بيتكلم اللي انت عندك مجموعه من المؤثرات، من ضمنها الفور بيز اللي هي البرودكت والسيرفيس، اللي هي البي بتاع برودكت، البرايس، البليس، البروموشن. وعندك مجموعه من المحفزات زي مثلا الايكونوميك، التكنولوجيكال، بوليتيكال، الكالتشر. دول بيأثروا على الكونسيومر سايكولوجي، بيأثروا على الكونسيومر كاركترستيك، وعلى اساس كده الكونسيومر بياخد قرار الشراء. طب بعد ما بيشتري يبتدي بقى يعمل اللي احنا بنسميها، يعني بعد ما بيشتري بياخد بقى خبره الشراء اللي احنا بنسميها البرشيز ديسيجن يعني. يبقى تاني، يبقى انت عندك في مجموعه من المحفزات بتأثر عليك، وبعد كده في بروسس خاصه بالشراء، وفي الاخر بتاخد قرار الشراء. يعني على سبيل المثال بالنسبه للبروسس الخاصه بالشراء، بروبلم ريكوجنيشن، انفورميشن سيرش، ايفالويشن اوف الترناتيفز، برشيز ديسيجن، والبوست برشيز بيهيفير. والبرشيز ديسيجن بناخد بقى قرار، طب انا هشتري انهي منتج، طب انا هشتري انهي براند، طب انا هتعامل مع انهي ديلر، طب هشتري كميه قد ايه، برشيز اماونت. طيب البرشيز تايمنج، طب هناخد وقت قد ايه او امتى هاخد قرار الشراء. والبيمنت ميثودز، هدفع كاش ولا اون كريدت. درستوا الموديل ده في مادة الكونسيومر بيهيفير يا شباب؟ لا يا دكتور ما درستوش؟ لا. طيب تاني، الموديل ده بمنتهى البساطة بيقولك ان انت عندك مجموعة من المحفزات، مجموعة من الاستيميولا او مجموعة من المؤثرات بيأثروا عليك عشان تاخد قرار الشراء. طيب الكونسيومر بيهيفير نفسه ليه سايكولوجي زي ايه؟ موتيفيشن، بيرسبشن، ليرنينج، ميموري. موتيفيشن اللي بيحفز الكونسيومر عشان ياخد قرار الشراء، البرسبشن الادراك من وجهه نظر الكونسيومر بالنسبه للمنتج او الخدمه اللي عايز يشتريها، الليرنينج يا ترى عنده معلومات عن المنتج ده ولا لا، الميموري ممكن يكون في عنده حاجه في الذاكره ريليفنت للمنتج ده يخليه موتيفيتد ان هو يشتريها، او العكس دي موتيفيتد مش عايز يشتريها. وبرده الكونسيومر ليه كاركترستكس، ليه مجموعه من السمات الشخصيه زي مثلا الكالتشر احنا اتكلمنا عنها، زي السوشيال، زي البيرسونال، النواحي الشخصيه لشخصيه الكونسيومر. طيب الكونسيومر في حد ذاته عايز ياخد قرار الشراء، فالباينج ديسيجن بروسس رقم واحد البروبلم ريكوجنيشن، لازم يعرف انا عندي مشكله عشان على اساس كده اشتري المنتج. يعني مثلا الدنيا زحمه فانا اكتشفت ان انا ببهدل في المواصلات، فانا عايز اشتري عربيه، فكده بروبلم ريكوجنيشن، انا اكتشفت ان انا عندي مشكله. الانفورميشن سيرش، ممكن ادور على الانترنت، ممكن اسال صحابي، ممكن ادور في الاعلانات بجمع معلومات. الايفالويشن اوف الترناتيفز،
طب انا اشتري مثلا كيا بيكانتو ولا اشتري مثلا مثلا سيراتو ولا نيسان ولا، وبالتالي بيبقى عندك تقييم للبدائل. فممكن مثلا معايا 400,000 ممكن تشتري 3 او 4 موديلات. طب اشتري ده ولا ده ولا ده، ابتدي بقى اقيم كل بديل على حده، اوصل للمرحله اللي بعديها البيرشيز ديسيجن. خلاص بقى انا هاخد القرار واشتري، هاخد القرار واشتري، وبالتالي انا كده خدت القرار واشتريت وليكن مثلا العربيه السيراتو او البيكانتو ولا اي حاجه. البوست بيرشيز بيهيفير، طب بعد ما اشتريتها ايه بقى الانطباع بتاعك عنها؟ فده البوست بيرشيز بيهيفير. طيب البيرشيز ديسيجن بقى قرار الشراء نفسه، هتختار المنتج زي ما احنا قلنا، وليكن مثلا اخترت العربيه سيراتو، البراند مثلا كيا، الديلر شويس، هتشتري من انهي معرض، هتشتري من انهي موزع، هتشتري من انهي مثلا ايجنسي، البرشيز اماونت، الكميه اللي انت هتشتريها، البرشيز تايمينج، التوقيت اللي انت هتشتريه، هتشتري امتى، والبيمنت ميثودز، هتدفع فلوس ازاي. واضح يا شباب؟ فده الموديل بمنتهى البساطه. يعني هيبتدي بقى يتكلم على بعض المحددات، يعني مثلا الموتيفيشن في نظريات التحفيز. في عندي اكتر من نظريه، من اهمهم طبعا نظريه ماسلو. ماسلو بتاع سمعتوا عن هرم الاحتياجات بتاع ماسلو؟ درستوه في اي ماده من المواد؟ يا دكتور خدنا يا دكتور مانجمنت بالظبط. فانت هتلاقي مثلا في فروت ثيوري، في عندي ماسلو، في عندي هيرزبرج، في عندي اكتر من حاجه. فدي نظريات سريعا في التحفيز هتلاقيها لكم. ده هرم الاحتياجات بتاع ماسلو الاكثر شهره في التحفيز، اللي هو السايكولوجيكال نيدز والسيفتي والسوشيال نيدز اند سو اون. يعني ايه بيرسبشن؟ بيرسبشن يعني ادراك، اللي انت بتدرك احتياجك للاشياء، او اللي انت بتدرك اللي انت عايز تشتري، او انت بتدرك ان انت عندك مثلا نقص في حاجه معينه هتكملها بالشراء. فده البرسبشن. دكتور اتفضل. معلش، في حته الهيراركي اوف نيدز دي، يعني دي ازاي بتطبق على الماركتنج بلان؟ هقول لك حاجه، يعني على سبيل المثال احتياجي ممكن يختلف من ليفل لليفل. يعني ممكن مثلا انا ممكن اكون لسه في تحت خالص في قاعده الهرم، فانا احتياجي المأكل، المشرب، المسكن. لو انت مثلا جبت لي عربيه مش هي دي احتياجي، فدي تفرق. ايه تفرق معايا في السيجمنتيشن على سبيل المثال؟ كنت لسه اقول بالظبط. فانت مين التارجت اودينس اللي انت هتستهدفه؟ فلو انا عندي مثلا حاجه ليكجري، حاجه مثلا فيها رفاهيه، عايز مثلا ببيع شقه في الساحل الشمالي، او ببيع فيلا مثلا في العاصمه الاداريه الجديده، فطبيعي مش هستهدف الناس اللي تحت، عشان الناس اللي تحت معهوش فلوس يشتري فيلا ولا، بس ممكن استهدف الناس هنا. تمام يا دكتور. واضحه؟ واضحه تمام. طيب ممتاز ممتاز ممتاز، شكرا. طيب ده يبقى اتكلمنا على الليرنينج. الايموشنز، ممكن احيانا بناخد قرارات الشراء بناء على العاطفه، انا زعلان فبشتري حاجه، او انا مبسوط فبشتري حاجه، فانا برضو ممكن تختلف. الميموري زي ما قلت لكم، احيانا انا باخد قرار الشراء بيبقى عندي مثلا بتفرج على اعلانات كتير مثلا لمنتج معين، فاتدخل في الذاكره، فاول ما قررت مثلا اشتري المنتج اوتوماتيك رحت البراند ده. فهنا بيتكلم على الخرائط الذهنيه او المينتال ماب. فانا ممكن ابتدي بقى اربط ما بين سمعه المنتج، ما بين السيفتي بتاع المنتج، ما بين الريلايبيليتي للمنتج، ما بين الريبيوتيشن للمنتج. فكل الكلام ده ممكن اعمل ما بينه مايند ماب او مينتال ماب، واحط الكلام ده في دماغي، بحيث لما اخد قرار الشراء اوتوماتيك اروح للكلام ده. دي الكونسيومر باينج بروس اللي احنا شرحناها، البروبلم ريكوجنيشن، الانفورميشن سيرش، الايفالويشن اوف الترناتيفز اند سو اون. طب اجمع معلومات منين؟ ممكن من اصدقائي، ممكن من الانترنت، ممكن من الاعلانات، ممكن من دايره معارفي. وبعد كده باخد قرار الشراء زي ما اتفقنا. بس خلص الموضوع على كده. دايما في قرار الشراء طبعا بقارن مع الديفرنت يعني الترناتيفز. زي ما قلت لكم انا عايز اشتري عربيه، فانا عندي مثلا عشرات الانواع، فانا بقارن ما بين اكس وواي وزد عشان اخد قرار الشراء في المنتج السليم اللي انا محتاجه. يعني حد عنده سؤال يا شباب؟ لا دكتور ما عنديش سؤال، بس انا عشان الاتندنس هو نور خلاف بس عنده مشكله كده، فهو ما عرفش يحضر النهارده، فيعني بيستاذن حضرتك. ما فيش مشكله، احنا عندنا ميزه ان المحاضرات مسجله اونلاين زي ما انتم عارفين يعني. ماشي يا شباب، يلا جود لك يا شباب، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.